كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته تاريخ للكره المصريه. وادي تتشال الكوره، اوعى التشتيت، ولكن هنا طارق مجدي ضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي الزمالك. هنا ده مين؟ ده علي احمد في اللعبه دي، مش عارف ضربه الجزاء دي ولا دي. ده علي احمد يعني مش فاهم ضربه الجزاء ازاي ولا دي. ضربه جزاء، ضربه جزاء لنادي الزمالك. لسه بقول الضغط لنادي الزمالك. هنا هي الاعاده، ان البوكس هنا عمر كامل كمل مع علي احمد، ضربه جزاء لنادي الزمالك. هي دي حتى كانت اشاره طارق مجدي. الدقيقه 78 وضربه جزاء. الدور الاول كان 3-1 للزمالك، حتى الان كان الاهلي ماشي 3-0. هل يا ترى الزمالك يقدر يعمل نفس النتيجه ويجيب هدف ويبقى 3-1 ومحدش احسن من حد؟ هنشوف. ايمن عبد العزيز يقول لطارق مجدي الهوا. طارق مجدي هيعمل ايه؟ لازم تثبت الكوره. ايمن عبد العزيز، يلا يا عمر، يلا يا عمر. ايمن عبد العزيز وعمر كامل، يا سلام يا ابني، يا ابني يا كامل، يا جميل يا جميل يا كامل، والكمال لله صحيح، بس برافو يا ابني، عمل ضربه الجزاء وشالها، قال كده انا تمام، اسجد لله الشكر. صح يا ابني، صح، برافو. التركيز، التركيز، هو الكتاب بيقول ايه؟ عمل عمر كامل زي ما الكتاب بيقول. ايمن عبد العزيز بيمينه وعلى شماله، شوف هنا بيشجع نفسه، بيقول انا السبب، ولكن حافظت على شباك نظيفه، تمام.